What we do here is go back, 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 back. Bonjour, good morning, guten tag, sabah al khair, ohayo gozaimasu. المهم, no one's gonna get me lucky charms. هيك بيقول هيدا الأشدب اللي هون. اللي ما شاء الله تغير شكله صار فيري كرتوني, طلع كأنه هربان من شي مسلسل بالكرتون نتورك. المهم اليوم عنا lucky charms. Chocolate lucky charms. لأنه بعتقد السيريال بس يكون بقلبه شوية شوكلت بيعطي طعمي للحليب, لانه انا انسان ما بحب الحليب, بموت باللبن, بحب اللبنة من كل قلبي, بس الحليب it sucks. المهم حبيت اجرب انه شو اسمه شيء جديد, في اللاكي شارمز كابن كرانش, في الشيريوز وكذا. حبيت هالمرة اجرب اللاكي شارمز. هلا قالين ميكست اب مارشميلوز, هذا هو السر تبعه انه بيحطوا مارشميلوز باللاكي شارمز. عاد عن هيك وزنه 12 اونس, لانلاج تشو ديتي لانه في قطعنا باخبية بفكروا كل حبي على الادة. 110 كالوريز, ما في فات, بقلبه صوديوم وشوية شجر. بيقسوها بثلاث ارباع اسمه كاب. هات لنشوف شوكلتي هول جرين سيريال وذ مارشميلوز. هيدا منه من كيلوغز, من شركة اسمها جنرال ميلز. من ورا حكينا عن الهدال المارشميلوز اللي بقلبها, بعتقد بيبلشوا من هيدي, من الواحد هيدي كلوفر, هيدي هارت, هيدي ستار, هيدا مون, هيدا المصل, هيدا البالون, هيدا الرينبو, وهيدا عم بيقول كولر على بنزل لوفلي لوكس. ما عندي فكرة, عم بيقولك عن الكولرز هون كلياتهم, وهيدا الليبركان اللي مضيعهم بده يكبشهم. كاتبين تحت all answer. هات لنشوف green pink. هلا عم يسألوا العالم شو الالوان, انه هيدا green pink. بعرف هذا اليلو, هذا اليلو اورنج, اورنج. عم يحكوا عن الضروري, ضروري بيحكوا عن الاورنج. هيدا بلو, بيعرف وين البلو, بلو يلو بينك. يا إلهي شو عارفني, حصر لي الجلطة أكيد على الطرف. حكين عن الأشياء responsible giving back whole grain. دول عم يعطوا مثل نوع من التشاريتي, انه هني ما شاء الله شركة محترمة. Take an extra minute and do something nice for a friend. La Islamo, I never do anything nice. 100% recycled. That's not bad. On a nutrition fact, li maha anzib hali. المهم هون يكتبين الingredients. Whole grain, corn sugar, corn starch, corn meal, corn syrup. مهم كله من الكورن. Canola, cacao, dextrose, yellow, red, blue, other colors, salt, gelatin. هلا هون المشكلة. الجيلاتين, انه هذا جيلاتين. كتير أكل بيقول لك فيها جيلاتين. أنا ما بيقولوا هذا بقلبه بورك. طيب يا أخي لو بقلبه بورك بيكذبوا بالعادي بورك, منه بقلبه جيلاتين. شو بدي أعمل, بدي أعيش كل حياتي كل ما بلاقي أكلي بقلبه جيلاتين ما قرب علي, غريبة. Natural artificial flavor, fructose, trisodium phosphate و corn starch. الله أكبر, بقلبه شوية فيتامينات. المهم هذا التاريخ تبعه عم جرب شوف إذا مكتوب وين, أحوي هون لا 26 جانيوري, يعني بفترة كتير منيحة. على كل حال هيدا كان هون, تعال نفتحه هلا مثل العادي. انا بتمنى شي مرة في حياتي افتحها بطريقة منيحة, احي شبه محترمة. صرنا ب 2017 بصيرهم بيحطوا الغراض بقلب كيس. المهم هيدا الكيس والله محشية حيط حشي. ها هي احو, فينا نشوف الها وفينا نشوف المارشمال. المهم ننزحها. تاكل سيريال بدك بول, اي نوع من البول, بلاستيك بول, جلاس بول, شيت بول, سوبر بول, ميجا بول, هايبر بول, اللي بدك يلهم يكون بول. على مشان كمان لازم لك اكيد ميلك, ملك. في عنا مثل اوقات بيحطوا معهم اورنج جوس او اوجي. هلا مشان الميلك دايما خدوا نتفة طرف من فوق, بجرب قصه ان شاء الله ما تلي الدنيا حليب, واذا تليتها اللي صار صار. احاول هيدي انفتحت
هلا بنحط الحليب داخل البولة، أحاول بعتقد كفاية مثلا نتفي هذا الحليب تبع اليوم. للمعلومات العامة، ايه انا من العالم اللي بيحطوا اول شيء الحليب بعدين السيريال، لانه ما بحب السيريال يتش. المهم لحظة بفتح هيدي بس اوف سكرين مشان ما لبك حالي. خلاص بفتح الكيس مثل البشر، مو فتح الكيس مثل البشر. بالموفي اللي قبل اللي عملته انه سحبت الكيس لبرا، رجعي عاد جربي ترد النوم. رح نضلق هلا السيريال. اكيد هيلثي دوز، بعتقد ذس از هيلثي انف. هلا اللي بصير انه فيني ارجع سكر العلبة اللي بيقول هاي بتسكر بطريقة أورجانيكية، كانوا كلمة أورجانيكية كلمة، المهم إيش جرد يعني مسكرة. وهذا هو السيريال. هلا بنجرب نعمله شوية انفيوز مع الحليب وناخذ منه لقمة. أحي هات لذوقة أول شيء، لناخد شمي منه ونرد عليكم خبر. smells very chocolatey. ناخد لقمة. it's very delicious. ما بقلبو شي غلط بالمرة، لذيذ طيب تيست شغلتي. المهم هذا كان اللاكي شارمز اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. شوفكم ان شاء الله بسيريال ريفيو جديد بنصحكم فيه، لانه ما بقى شي خاصة ما تحبوه طعم الشوكولا. يلا باي.